أهلا بكم في موجز الأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا واصل تدريباته في العاصمة الإيفوارية أبيجان استعداداً لمواجهة غانا بكرة في 10:00 مساء في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 واللي بتستضيفها كوت ديفوار، وبيشارك في الميران منتخب مصر 27 لاعب وبدأ التدريب بحصة بدنية وبعدها جمل تكتيكية. لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي اختارت الجابوني بيير إتشو لإدارة مواجهة منتخب مصر وغانا، واللي هتتلعب بكرة ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار. أدى المنتخب الأولمبي تحت قيادة البرازيلي ميكال ميرانو الأول والوحيد على ملعب الاتحاد الإماراتي استعداداً للقاء قطر ودياً في أولى مبارياته بمدينة دبي، ويستكمل بعدها المنتخب الأولمبي سلسلة من مبارياته الودية مع منتخبات الإمارات والسعودية والعراق في الفترة من 17 ولحد 28 يناير الجاري ضمن تحضيرات أحفاد الفراعنة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. فريق طلائع الجيش اتعادل مع نادي بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة. سموحة اتعادل مع مودرن فيوتشر بنتيجة 0-0 في الجولة الثانية من كأس الرابطة في المباراة اللي أقيمت بينهم على استاد اسكندرية، وبكده بيتقاسم الفريقين نقاط المباراة وحصد كل فريق فيهم على نقطة واحدة في البطولة. مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن انتقال محمد عبد الغني مدافع الفريق لنادي البنك الأهلي بعد الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالصفقة، وأنهى مسؤولين الزمالك كل الإجراءات الخاصة لبيع عبد الغني لنادي البنك. السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عقد اجتماع مع الجهاز المعاون على هامش الميران لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة ببرنامج الإعداد والتدريبات الخاصة بالفترة الجاية. خاض الأهلي تدريباته على ملعب التتش بمشاركة عدد كبير من لاعيبة قطاع الناشئين، وأدى الثنائي رضا سليم وأحمد عبد القادر فقرات البرنامج التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي على هامش تدريب الفريق. منتخب مالي فاز على جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية. وكمان منتخب تونس خسر أمام منتخب ناميبيا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا 2023. ومنتخب بوركينا فاسو فاز على منتخب موريتانيا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب السلام في إطار منافسات الجولة الأولى ضمن المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا 2023. ومنتخب السعودية حقق الفوز على عمان بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم باستاد خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في كأس أسيا 2023. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وعودة مرة أخرى لمصطفى والباسانت ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هالة. شكرا يا هالة.